جمهورنا في الرياض، يدعوكم مركز الشامل لافتتاح مركز الشامل الجديد بالروضة بعروض مميزة وهدايا للجميع، حيث سيكون مع نجوم قناة أطفال ومواهب الفضائية والعديد من الأناشيد الجديدة 3 أيام من الإبداع، وكل يوم بشكل مختلف، الخميس والجمعة والسبت من 1 إلى 3 ذي الحجة الموافق 30 يونيو و1 و2 يوليو. العروض تبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة، ولكن يجب الحضور مبكرا. الموقع الرياض، حي الروضة، شارع خالد بن الوليد، بجوار الرياض مول. فأهلا وسهلا بالجميع.